الاتحاد المصري، كابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري السابق. كابتن سمير مساء الخير. سيف ازيك؟ ازيك كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. جبنا حضرتك امبارح، رجعنا نجيب حضرتك بعد الاذان، تقريبا حضرتك اختفيت. والاذان قاعد ساعتين ولا ايه؟ لا ما انا مرضاش احاول اكلم حضرتك، بس تقريبا الدنيا ما ظبطتش. لا صح عمرك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله كويس الحمد لله. وقفت امبارح عند حضرتك ان حضرتك خلاص يعني اعلنت ان شاء الله ترشحك، واعلنت بعض الاسامي. حضرتك امبارح قلت لي قبل الفاصل، قلت لي لا انا قلت مجموعه من رجال الاعمال وليس الاسامي اللي الناس طرحتها. والله الاسامي اللي انتم بتطرحوها والاعلام بيطرحها طبعا ده شرف كبير قوي ان هم يبقوا معايا، يعني لو كانوا فعلا هيبقوا معايا، انما انا لم اعلن عن اسماء حد. هو في ناس منهم معايا فعلا، ولكن انا ما بعلنش لان انا متفق معاهم ان احنا مش هنعلن الا قبل الانتخابات، لان فاضل على الانتخابات بتاع سنه ونص، بدري قوي ان احنا نتكلم في الموضوع ده. تمام. طيب قلت حضرتك يا كابتن سمير امبارح الناس قاعده بتفكر الوسط الرياضي او المنظومه الكرويه محتاجه مستثمرين ولا كرويين؟ والله انا جربت كله. انا جربت المستثمرين وجربت الرياضيين وكان حظي كويس ان في المرتين او الثلاث مرات او الاربع مرات كان في توفيق. فانا شايف لازم يبقى مزيج من المستثمرين على مزيج من الرياضيين، وهو عشان يبقى في نجاح. يعني انا جربت كده، كان معايا في المجلس بتاع 94 و2006 و8 و10 مجموعة رياضيين، والحقيقة يمكن اللي ساعدنا على موضوع الاستثمار ان احنا فكرنا كويس وعملنا شغل كويس وكان معايا مجموعة كويسة. وخلي بالك يا سيف، اهم حاجة في الموضوع على فكرة الناس اللي معاك مهم جدا، يبقى فيه حب وفيه تآلف وفيه فكر. وده يمكن من ضمن الحاجات اللي انتم محتاجينها في الفترة دي، ان لازم تحبوا بعض شوية ولازم يبقى في تنسيق بينكم وبين بعض شوية، رغم ان انا بقول ان قدامكم لسه مدة طويلة، ففرصة انكم تعوضوا اللي فات والاحداث اللي حصلت قبل كده نتغلب عليها، ويبقى انتوا يتحسب لكم كتاريخ برضو ان الناس دي عملت وراحت كاس امم ووصلت كاس عالم ايا كان. يعني دلوقتي حضرتك في انتخابات اتحاد الكرة دايما تقول انا ما اختلفش مع هاني ابو ريده، والكابتن هاني ابو ريده بيقول انا ما اختلفش مع الكابتن سمير زاهر، والكابتن حرب الدهشوري دايما في اي تصريح يتكلم على حضرتك وعلى الكابتن هاني، وحضرتك اعلنت ان حضرتك نازل انتخابات والكابتن هاني اعلن نازل انتخابات. هل دي نقره ودي نقره؟ والله عايز اقول لك حاجه بصراحه يا سيف، انا هاني ابو ريده عشره عمري وفتره طويله، يعني من 94 واحنا مع بعض، يعني فتره إذا كنا أعضاء، إذا كنت أنا بقيت وكيل وهو عضو معايا، إذا كنت أنا بقيت الرئيس وهو عضو معايا، عضو بصفته الدولية يعني. يعني هو عضو في الاتحاد الدولي فبيبقى عضو في اتحاد الكورة. لما أنا عايز أقول إيه، يعني هاني أبو ريدة اللي أنا أؤكد لك عليه إن هو اللي بعد سنة ونص أيا كانت الأحداث بقى الصميم معايا، سيف معايا، حازم إمام، الكلام اللي بيتقال ده كله انا شايف انه سابق لاوانه قوي. اللي انا متاكد منه وبقوله لك دلوقتي على الملأ والناس كلها سامعاني، ان مش هيحصل على الاطلاق ان احنا هندخل ضد بعض انا وهنا وليد. لازم هنقعد هنتفق وهيبقى المصلحه العامه بتحكمنا، لان ما ينفعش العشره الطويله بتاعت هنا وليد معايا ان انا اطلع اقول كلام مش كويس ولا هو يقول كلام مش كويس، احنا كلنا محسوبين على بعض يعني. صح يا كابتن، صح صح والله. كابتن عايز اخد راي حضرتك برضو في حاجه، وهو ملف البث. يعني انت كان ليك تصريحات في بدايه البث وقلت التوزيع الفرديه دي غلط واللي بيحصل ده مش مظبوط، ثم تلف الايام والقصه كلها تتفركش. نادي الاهلي النهارده بيمنع اذاعه مباريات، نادي الاهلي النهارده في صدد ان هو يفسخ عقده مع التلفزيون المصري وبيبيع ماتشاته لبريزنتيشن. عارف ليه؟ لان انا قلت ان بلاش كلمه البث الفردي ده. ما انا عارف، ما انا بقول لحضرتك انت حضرتك اول من ناديت بكده فعلا. لان انت عارف كان بيحصل ايه يا سيف زمان، كنت انا لجنه البث دي كنت انا رئيسها، وانا رئيس الاتحاد، وكان يميني حسن حمدي وشمالي ممدوح عباس، وكل القنوات اللي هي بتاعت البث قاعده على الترابيزه، وبنصل في اجتماع واحد للتصور اللي هو ممكن يخدم اتحاد الكوره
ويخدم ال 15% اللي هي على فكره ال 15% دي اللي بياخدها الانديه اللي هي غير الدوري الممتاز اللي هم واخد بالك، وكانوا بيستفيدوا، وكانوا اياميها يقول لك الله ده اصل اتحاد الكوره بدي للانديه عشان الانتخابات. لا ده كان حقهم، احنا كنا اخترعنا هذا الفكر. والحقيقه كان نفسي ان ما يبقاش فيه مشكله في مواضيع البث، لان على فكره انا بس عايز احيط علمك كمان يا سيف ان البث ما هوش الارقام اللي موجوده دي مش مجزيه يعني. انت خد بالك ده انا كان معايا محمود طاهر في فتره من الفترات، واتعرض علينا مليار و200 مليون جنيه من شركه اي ام جي على 4 سنين. فالارقام دي اللي بتتقال ارقام ما هيش مجزيه قوي، ولكن اهي ان الانديه محتاجه في الوقت ده فلوس. وشايف ان هو عشان هي محتاجه كل واحد النهارده بيشتغل زي ما هو عايز. انا بقول لاتحاد الكوره وانت فيهم سيف، يا اتحاد الكوره خلي الموضوع يبقى جماعي عشان كلنا نبقى صوت واحد. ما يبقى شوف النهارده محمود طاهر طالع بره وبيقول انا هشوف شركه، النهارده كان في 13 ضد 7 والنادي الاهلي ضد نادي الزمالك اللي هو محمود طاهر والثانيه مرتضى منصور، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. وفي مشاكل بتتخلق احنا في هنا عنها يعني. وانا بقول ايه يا سيف حاجه مهمه جدا، ان انتوا ناس فاضل لكم سنه ونص، وانا شايف ان ممكن ان كل الحاجات السلبيات الصغيره دي ممكن تتلموا، وممكن تحطوا ايدكم في ايدين بعض، وكل الناس مستنيه منكم طبعا انجاز في الفتره اللي جايه، واتمنى ان طبعا انكم تعوضوا اللي فات يعني. معلش يا كابتن انا برضو عايز اخد روشتة في موضوع البث ده لخبره حضرتك الطويله فيه. هل يا كابتن في المرحله الجايه اللي يسوق اتحاد الكوره ولا الانديه؟ يعني النادي هو اللي يبيع ولا لابد ان يخش اتحاد الكوره او رئيس الاتحاد ويبقى ليه ابر هاند في القصه؟ الروشتة ايه يعني؟ حضرتك شايف الوضع ازاي؟ الروشتة ان لازم اتحاد الكرة هو اللي بيسوق باتفاق مع الانديه، يعني ما ينفعش اتحاد الكرة يسوق لوحده ولا الانديه تسوق لوحدها. انما انا بقول لك قعدت على ترابيزه انا رئيس الاتحاد ومندوب الانديه اللي هو مندوب الاهلي ومندوب الزمالك بممثلين للانديه اللي ما كانوش 20 كانوا اقل من 20 يعني. فانا شايف ان الموضوع سهل جدا، وعايز اقول ان الشركه الراعيه اللي موجوده الظروف بتاعتها كانت كويسه يعني. النهارده الفلوس اللي بتدفع الانديه كانت مشتاقه للفلوس دي، مشتاقه لان فعلا باب اتفتح ما كانش موجود، وشايف ان ده في حد ذاته انجاز ليكوا كمان يعني الحقيقه يعني. انت رضيت عنهم يا كابتن؟ لا مش راضي عنهم لا. لسه ولا بس الدخل حنينه كده يعني. لا انا بتكلم بصراحه يعني، انا بتكلم بصراحه مش حكايه راضي او مش راضي. انا يهمني في نهايه المقام الراجل، القصه بتاعت البث دي اللي احنا عملناها ما كانش في حاجه اسمها بث لولا التجربه اللي احنا جربناها، وكان معايا شوبير وكان معايا مدحت شلبي الحقيقه وكانت بدايه موفقه جدا. فالارقام اللي بتتقال دلوقتي ما هيش مجزيه، انما انا بقول ان هي كبدايه، خلينا نقول ان دي بدايه للانديه، ان هو نفسي ان احنا نلغي بقى الكلام ده كله ونبتدي نبص للموضوع الاحتراف، وانتوا تعملوا الاحتراف على ايدكم، وتبتدوا بقى ما عادش حاجه اسمها الدوله، ونرفع العبء عن كاهل الدوله ويبقى فيه احتراف. الاحتراف له دراسات كتيره جدا، وكل الناس عارفه الاحتراف يعني ايه، كل الناس حتى اللي في الاتحاد عندكم. عايزين نطبق الاحتراف بقى خلاص، ما عادش ينفع بره يقول لك الاتحاد الافريقي هيقول لك الانديه مش هتشترك في البطولات الافريقيه الا كانت محترفه. كلام ده بنسمعه بقالنا 10 سنين.